السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نضيف إنارة للسيارة ديت. فاجي هنا من كونتنت ليبراري وأقول له إن أنا عايز لايت، وأقول له عايز أعمل بليس، وأبدأ أحط اللايت بتاعي بالشكل دوت. بنلاحظ إن الإنارة نازلة لتحت، فأقول له أنا عايز أعمل روتيت وأبدأ أغير. طيب وبعد كده هقول له ان انا عايز اعمل موف، وهبدأ انسخ كده. ندوس Alt عشان ينسخ دوت. بالشكل ده. طيب عايز اخلي الشمس تبقى غايبة شوية، فاجي هنا والغي الريل سكايز، وابدأ ان انا اخلي ضلمة شوية، فتبدأ في نار السيارة تبدأ تظهر بشكل حلو. طيب ممكن بقى ادخل على المؤثرات كأن انا عايز اعمل صورة. فتبدأ تظهر معايا بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له ان انا عايز اخد لقطة جديدة. اهوت. تقدر بقى من هنا تضيف اي مؤثر انت عايزه، سواء مثلا حاجة خاصة بالريال سكايز او الفوتو ماتشنج او صن. في شوية مؤثرات كويسة مثلا شادو، تقدر تتحكم في القصص بتاعت الشادو. ممكن تضيف مؤثر خاص بالإنارة بتاعت الشمس، بحيث لو انت عايز أشعة الشمس تبقى ظاهرة معاك بشكل قوي، بدل ما تغير في الإعدادات اللي جوه. لأ، ممكن تيجي هنا في السكاي ويزر وتروح قايل له انا عايز السكاي اند كلاود، او عايز اغير في المون. في شويه مؤثرات حلوه كده ممكن انت تجربها. البوزيشن بتاع السكاي اند كلاود، الكلاود سبيد، السرعه بتاعتها،